الفقرة دي ضيفنا فيها يعني عزيز جدا علينا بصراحة، وبقالنا تقريبا 3 شهور ما كانش بنورنا، لكن هو النهاردة معانا واحنا سعداء جدا عشان كمان نتطرق للحديث عن منتخب مصر طبعا اللي بيواصل استعداداته للمباراة الودية الثانية بإذن الله أمام الجزائر غدا، وبعد الفوز على زامبيا والفوز اللي هو في الثواني الأخيرة، ويعني هنتكلم في كل التفاصيل دي، وعايزين نطمن على اللي جاي مهم جدا كمان، ونتكلم عن قرعة كأس الأمم الإفريقية، كل ده مع ضيفنا العزيز كابتن سيدي الجمال نجم الاهلي السابق. صباح الهنا. صباح الخير. نورنا والله بجد. ازاي صحتك؟ كله كويس، حضرتك كله حلو؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. صباح الخير يا كابتن فاروق، وسعيد جدا متواجد معاكم. صباح الخير يا كابتن، وحشتنا، يعني بقالنا كتير طبعا ما شفناش حضرتك. سريعا هنتكلم على المنتخب، يعني اكيد تابعت مباراه منتخب زامبيا، تقييمك للمباراه من النواحي الفنيه، الشكل اللي شفت عليه شكل المنتخب مصر، وايضا رؤيتك لمباراه الجزائر، اعتقد هتبقى بروفه قويه جدا للمنتخب المصري. وبدايه طبعا المباراتين مهمين جدا في مسيره المنتخب، لان احنا عندنا استحقاقات قريبه جدا، سواء الامم الافريقيه او سواء تصفيات كاس العالم. انا شايف المباراه دي كان الاستعداد اقوى من مباراه تونس، بحيث ان كان في معسكر كويس في دوله الامارات، المحترفين كلهم كانوا موجودين، التجربه مفيده جدا جدا للمدرب قبل اللعيبه، عشان في بعض النقاط وبعض الحاجات اللي هو بيقف عليها، لان هو عنده مباراه قويه جدا الفتره اللي جايه. فريق زامبيا المجموعه بتاعتنا فيها مجموعه القاره السمراء، فيها فرق من افريقيا، ما فيهاش مثلا حد من شمال افريقيا، فالتجربه كانت مع زامبيا كانت يعني كويسه جدا جدا، وفيها فايده للمنتخب كاحتكاك وطريقه لعب وكاداء اللعيبه، لان انت هتقابل الافارقه غير ما تقابل شمال افريقيا، اليوم عندهم قوه وعندهم سرعه اكتر وفي التحامات، فبرضو اللي هتبقى النتيجه الايجابيه من المباراه دي في صالح منتخب مصر. المباراة كان الشوط الأولاني كان برضو ضعيف جدا، لأن بالنسبة لنص الملعب زي ما حضرتك عارف كان ما كانش في حد بيكمل مع الثلاثة اللي قدام. لما يكون في حد زي مثلا لو إمام موجود، لو زيزو لعب في الحتة دي عنده سرعة الحركة، لأن الناس اللي فوق دي مظلومة، إن أنت تبقى ما فيش ترابط في الخطوط بينهم وبين الناس اللي تحت، فما فيش حد بيغذيهم، ما فيش شغل كتير، فبالتالي الشوط كان سلبي شويه. الشوط الثاني لما حصل تغييرات، مش بقلل من الناس اللي موجوده طبعا، النني بقى له فتره كبيره ما لعبش، وبرده تجربه كويسه ليه ان هو احتك والمدرب اطمن عليه، بس انت المباراه دي بتفرق برده في النتيجه. النتيجه عامل اساسي بالنسبه للعيبه والمعنويات وبالنسبه للمدرب. ما ينفعش انت تلعب ماتش او ماتشين وتتغلب، دي بتعمل احباط للمنتخب. وبعدين انا عايز اشوف المنتخب يبقى ليه شخصيه. شخصيه المنتخب بتيجي مع تجانس، مع مباريات كتير وديه، تجمعات، تجمع زي ما قلت لحضرتك بيفرق مع المدرب. فالشوط الثاني لحد ما الطريقه اختلفت شويه، وكان في مسانده، بدليل ان اللي جاب الجون حمدي فتحي. حمدي فتحي بيلعب في نص الملعب، وفي اخر الماتش راح زيزو ناحيه اليمين وعمل كروس، طلع حمدي عملها بدماغه، هدف جميل جدا يعني. بيعطي معنويات وبيدي ثقه للمدرب وللعيبه. المباراه زامبيا انت استفدت منها بدنيا واحتكاك قوي، اكيد تختلف عن مباراه الجزائر. مباراه الجزائر اللي هي المفروض بكره، الجزائر فريق كورته عاليه جدا، محترفينه كتير، عنده ما شاء الله ما شاء الله، ومعاه مدرب وطني جمال بالماضي، وعنده لعيبه مميزين جدا جدا. هتلاقي بقى في حاجات فرديه وهتلاقي في حاجات جماعيه، احنا نستفيد من المباراه ممكن غير مباراه زامبيا دي، احنا قفلنا مباراه زامبيا. فالجزائر جاي برضو عايز يعمل مباراه كبيره ضد منتخب مصر، زي ما نوند اتفضلت، عنده محترفين وبيلعبوا في دوريات قويه جدا، هتحس ان الاداء قوي وهتحس المباراه، لان برضو فرقه زامبيا كانت بتلعب في التلت اللي تحت شويه خانقين منتخب مصر، ما كانوش بيلعبوا مفتوح، يعني ان هجماته وبتاع عشان انت تلاقي مساحات لصلاح ومصطفى وتريزيجيه، لا دول بيلعبوا كره زي بتاعتنا، هتلاقي في مساحات عند لعيبه الجزائر، بس مساحات مش هتبقى كتير، لان هم برده هيمتلكوا الكوره، ان عندهم لعيبه وعندهم فروقات فرديه. فان شاء الله احنا بحس المدرب لازم يعمل حساب المباراه دي كويس جدا جدا، والتشكيل اللي هو الامثل ليها لو في حد بعيد ما يشركوش،
صحيح. انت مطلوب منك مجهود بدني، مطلوب منك قوه في الاداء، عشان ده منتخب مصنف، ولازم احنا كمان نظهر بالمظهر، احنا عشان الفرق بعد كده لما تلعبنا في الامم الافريقيه او تصفيات كاس العالم عارفين قيمه مصر. فانا شايف ان دي مباراتين كويسين جدا جدا لصالح المنتخب. ده راي مختلف تماما عن اي راي تاني بجد انا تابعته يعني. ومش بختلف مع حضرتك على فكره خالص، بالعكس، بس هي رؤيه مختلفه يعني. حضرتك بصيت على الجوانب الايجابيه من كل مباراه حتى وان كانت السلبيات موجوده، بس حضرتك ركزت على الايجابيه، وانا اتمنى فيتوريا مع المنتخب يكون مركز على الشق ده فعلا ويكون مش هامل الناحيه الثانيه، لان انا لما اجي اتكلم ونفس اللغه اللي بنسمعها والدرجه، انا مع تونس والمباراه اللي كانت يعني الحقيقيه بجد خسرت 3، جيت مع زامبيا بخسب في اخر ثواني، ده مش مؤشر جدع او جيد. عفوا سوري اقطعك بس ثانيه واحده وخلي حضرتك تكمل. ماتش تونس كان ليه حسابات ثانيه، وهو مش عايز اقول ظلم، لان انت عارفه نهوان النادي الاهلي بفضل الله مع حسن شحاته مع كابتن جوري مع اي مدرب مسك منتخب مصر، تلتين او الهيكل الاساسي كله من النادي الاهلي، والعناصر اللي هي مميزه جدا جدا. الفترات المميزه للمنتخب المصري كان بيبقى النادي الاهلي في افضل مستوى. برافو عليك كابتن. فده ماتش تونس هو اتحرم من مشاركه لعيبه النادي الاهلي، دول بيدوا باور وبيدوا امكانيات عاليه جدا، يعني لما تقولي الشناوي، ما تقولي عبد المنعم، لما تقولي مثلا قفشه، ما تقولي كهربا، لو امام موجود الشكل هيبقى محمد احسن. هاني. محمد هاني بس انا مش بدافع عن المدرب، بس نواند قالت حته فيها ايه، فيها خبز كروي بس. شفت انا بقيت عامله ازاي؟ برافو عليك. لا ده انت ما شاء الله نضغتي جامد جدا جدا. انا حلل بقى يعني، هنقعد احنا بعد كده نسمع لك لوحدك. احنا في فتره يا كابتن فاروق ما ينفعش احنا مش عايزين نركز على السلبيات، او ليه؟ كل الدعم وكل التوفيق لمنتخبنا او للنادي الاهلي او اي حد داخل في منافسات او في استحقاقات قويه جدا جدا، فهو اكيد شايف السلبيات لانه عامل مباريات، ليه؟ هيعرف الحاجات السلبيات. انا بقى مش عايز اقولها ونهاوند تقولها وفاروق يقولها. فاحنا بنقول انا عايز اقطعك بقى يا كابتن صديق، لان كنا بنتكلم في النقطه دي انا ونهاوند. من امتى واحنا ما قدمناش الدعم؟ لا. من امتى واحنا ما قدمناش الاستقرار للمنتخب المصري؟ نهاوند كانت بتتكلم في يعني في نقطه مهمه جدا في الانترو، احنا بنتكلم على المدرب المصري الكابتن الجوهري كابتن حسن شحاته، واحنا بنستعرض انا سامع وانا حضرتك من واحنا بنستعرض المنتخبات. انت المنتخب الجزائري مدرب وطني، منتخب المغرب مدرب وطني، كويس. تونس مدرب وطني، السنغال مدرب وطني، نيجيريا مدرب وطني. انت بتتكلم في يعني نهواند اتكلمت في نقطه تاثير المدرب الوطني، يكون وطني. انا على المستوى الشخصي بحب كل التقدير كل التقدير والاحترام للمدربين المصريين، عندنا كفاءات وعندنا مدربين كويسين جدا جدا جدا، بس في مراحل بتبقى عندنا بالذات في الكوره، زي ما قبل كده جبنا كذا حاجه برادلي وجبنا مش عارف جروش وجبنا ناس كتير، في ناس توفقت وفي ناس لم توفق. المصري الناس ما بتتحملش عليه قوي، بس ظروف الوضع الكوره في مصر فتره الكابتن حسن او كابتن جوهري كانت كويسه جدا جدا جدا. طبعا. ليه؟ كان الدعم بنسبة 100%. كابتن جوهري إلغوا الدوري المصري، اتلغى. كابتن حسن لعيبة حدث ولا حرج، رغم إن كان فيه محترف واحد على ما أعتقد كان زيدان. بالظبط. بس كان معاه لما تعد الفرقة كل واحد مع كابتن حسن بفرقة. من أول الحضري وائل، أبو تريكة، بركات، متعب أحمد حسني عبد الرب وأحمد حسني، ده حسني ده لوحده، محمد شوقي، عشان نكون منصفين لعيب جامد جدا جدا جدا، من أفضل الناس اللي لعبت في نص الملعب في تاريخ مصر مع الناس اللي كان الأجيال اللي قبليه. فالمنتخب محمد شوقي، محمد ده كان عامل أسماء كبيرة قوي بصراحة وقتها. أنا لا أقلل ولا أقارن، بس كانت أسماء. وغير الدكة بقى وأحمد حسن، غير في ناس كانت قاعدة بره. أحمد فتحي، أحمد فتحي ده فرقة لوحده، سيرد باك بيلعب، باك رايت بيلعب، نص ملعب ديفندر. فعايز اقول لك القماشه برضو اللي كانت موجوده صح، بتدي باور للمدرب كابتن حسن. احنا قلنا كده والله، احنا قلنا وقتها حتى الفرق كان العصور الذهبيه بتاعت الفرق المختلفه، مش بس النادي الاهلي. فعلا كابتن حسن شحاته جه النادي الاهلي فبيقعد مع لعيبه، فجوزيه كان بيقابله كويس، قال فهو جاي يتشكر جوزيه ان هو قدم له 7-8 لعيبه منتخب مصر، فرقوا مع منتخب مصر وجابوا 3 بطولات. صح. فالمجموعه دي اللعيبه برضو تحس برضو حته برضو عدم الجماهير دي برضو بتضايق الواحد. دي النقطه الاهم. شفت جماهير مع كابتن حسن او كابتن جوري الاستاد كان بيتملي، فده بيلعب تلاقي مثلا 5 انفار قاعدين في المدرج. اللعيب لما بيجي يلعب بره ويلاقي جماهير
برضو في لعيبه صغيره مع المنتخب برضو بتبقى ايه مضغوطه شويه، في لعيبه عندها خبرات كبيره طبعا زي الناس اللي هم بيلعبوا فوق تريزيجيه وصلاح ومصطفى ولاعيبه النادي الاهلي. بس ان شاء الله باذن الله انا شايف لو في مدرب بعد الفتره دي هيمسك منتخب مصر ومصري، انا ابقى سعيد جدا جدا زي جمال بالماضي وزي مدرب المغرب اللي هو وصلهم كاس عالم وطلع من الاربعه الاوائل. واعمارهم مش كبيره، راكي تقريبا بدايه الاربعينات يعني مش ما دي حضرتك 45 سنه. الاختيارات بقى هنا والاتحاد الكوره يكون عنده ثقه طبعا في المدرب المصري ويديله كل الصلاحيات من ناحيه، اول حاجه من ناحيه العقد بتاعه، عشان المدرب المصري لما بيجي وبيجي عيني تحس ان هو ايه في التعامل يعني بيبصوا له بنظره وحشه جدا، يبقى واحد مثلا بياخد قد كده بيجي المصري يديله ربعه مثلا، فدي بتقلل منه. ما كابتن حسام بدري مسك منتخب مصر مظبوط ولا لا؟ ايهاب جلال مسك منتخب مصر، في ناس كتير، الكابتن انور سلامه مسك منتخب مصر. تجربه كابتن ايهاب جلال يعني تجربه يعني مش هقول عليها لم تنجح، لكن هي تجربة ما كانتش ينفع أن هي تتم صحيح. بهذا الشكل صحيح. عيب صح. عيب علينا يعني، قال في الطيارة وفترة تم يعني عدم استقرار وتخبط كان في القرارات بشكل غير طبيعي. برافو عليك، يبقى صراحة. أنا عندي حق ولا كابتن فاروق المولي؟ الأجنبي بيعمل عقد جامد جدا، شرط غذائي قوي، كل حاجة. بيجي المصري لما يجي يتعامل معاه سواء رئيس الاتحاد أو الأعضاء اللي انت شايفهم دول بيبقى يصفى وانتباه قدامه، ليه؟ اللي هياخد حقه تالت ومتلت. المصري انت جبته، وممكن الاختيارات، ما هنا مشكله كبيره جدا، مش انا بقول لحضرتك الاستقرار بيولد النجاح. مجلس الاداره مثلا في النادي الاهلي عارف هيجيب كولر، خلاص كل المجلس واللجنه والدنيا كلها، كل النادي صف واحد. الاتحاد الكوره لما جاب ايهاب جلال في ناس كانت معترضه عليه، فالولد بيشتغل هو عارف ان في ضغوطات، ان انا جاي اشتغل، انا جاي معاك اهو، نهواند مثلا متعاطفه معايا، انا شايف ان انت القعده بتاعتك مش قابلني، هبقى انا قاعد متوتر. انما انا جاي مضغوط وانا جاي بشتغل. وبعدين الشعور ان انا في اي وقت هيتم اقالتي، طب انا هشتغل ازاي؟ بالظبط صحيح. وهشتغل باي نفس؟ مش طبيعي التخبط اللي حصل السنه اللي فاتت ده، كان امر يعني لا اتمنى ابدا ان هو يعود مره ثانيه، مشهد محزن بصراحه. يعني. المسؤول الاول مين؟ الام بتاعت اللعبه، رب البيت اللي هو الاتحاد الكوره. فان عدي الفتره دي، بعدين برضو ما احنا معانا مدرب مدرب كبير جدا جدا، كان شغال في السعوديه مكسر الدنيا ومسك فرق اوروبيه وليه بصمه كبيره جدا، وهو لما ساعه مسك المنتخب لا في حاجه على الارض كويسه. يعني هو سيبك من المباريات الوديه، انا ممكن اخسر في مباراه وديه 2 3 4، بس هاجي في الرسمي هبقى قوي جدا، وزي ما حضرتك اتفضلت السلبيات اللي هي حصلت اللي احنا ما اتكلمناش عليها هو هيعالجها بحاجات فنيه في الملعب. نتمنى الـ يعني حتى وان كانت الوديات الاداء فيها ليس الافضل، اتمنى في الرسمي اكيد كلنا ان يكون اداء مختلف تماما، ونتفاجأ يعني المفاجاه هنا هتبقى حلوه. احنا المفاجاه يعني ومستنيين البطوله كابتن صديق. احنا مش رايحين تمثيل يعني مشرف، احنا وصلنا 2 نهائي امم افريقيا بالظبط، وكاس العالم لما رحنا بشكل وحش جدا جدا سيء، ما كانش فيه اي شكل الحسنه الوحيده صلاح جاب جول مثلا، انما احنا ما كانش لينا شكل. واهم حاجه في الكوره يا كابتن فاروق لازم يبقى ليك شكل، ليك طريقه لعب، ليك يعني انت الشخصيه بتاعت المنتخب زي شخصيه النادي الاهلي زي شخصيه الفرق الكبرى لازم تبقى متواجده في الملعب. وانت معاك الكوره وانت مش معاك الكوره كمان يا كابتن، يعني أيوة. انت بتتكلم فيها انت بيبقى ليك شكل واقفه في الملعب وانت مش معاك الكوره. أيوة. لكن احنا بنقول برضو كل الدعم والاستقرار بيتم توفيره لمستر روي فيتوريا، مستنيين منه البطوله. كابتن صديق عايزين نروح لمباراه الجزائر، شايف ازاي نقدر نستفيد من مباراه الجزائر خاصه انها بروفه قويه جدا امام واحد من اقوى المنتخبات الافريقيه، وممكن فريق مين اللعيبه والتشكيل ومين اللعيبه او التشكيل اللي ممكن يلعب بيه المباراه دي؟ التشكيل بتاعنا ان شاء الله يعني ايه، هو انا سعيد جدا طبعا عشان كل واحد ياخد حقه بعوده فتوح، مكسب كبير جدا ناحيه الشمال، يعني هو علي معلول رقم واحد في مصر ومعاه فتوح صحيح. باك ليفت يعني بيقف على الكوره ومسانده والتغطيه، لعيب مميز. مكسب الفتره الجايه ان هو رجع من الاصابه مع طبعا محمد اللي هو ايه لاعب بيراميدز الباك ليفت محمد حمدي، محمد حمدي برضو يبقى عندك 2 في الجبهه دي كويس جدا. عبد المنعم لا خلاف عليه، علي جبر، محمد الشناوي شفناه الماتش اللي فات تالق لا في اكتر من الشناوي يعني حتة بصراحه صحيح خبرات كبيره يقود المنتخب، ده عنده شخصيه
بتاعت المنتخب وبتاعت النادي الاهلي في عز ما انت بتبقى مضغوط شايل جون المباراه اللي فاتت، لو دخلت كنا اتغلبنا، كان برضه هيعمل هبوط في المنتخب طبعا بالمباراه الوديه. عندك الباك رايت هاني محمد هاني ماشي كويس جدا، وبديله عمر كمال عبد الواحد. نص الملعب انا وجهه نظري ان طارق حامد ما يتشالش، طارق وبيلعب جنبه حمدي فتحي، طارق بيلعب جنبه حمدي فتحي، انني يستنى شويه الماتش ده هيبقى صعب عليه، تقيل عليه، عشان هو جاي من فتره كبيره جدا من بعيد، وبرده ما يتحملش مباراه دي قويه جدا جدا، فيها كل حاجه في الملعب، فيها قوه وفيها سرعات وفيها تخبيط، فلازم الحته دي يكون ناس متمارسه وبتلعب. طارق بيلعب مع ضمك، وحمدي فتحي بيلعب في قطر وماشي كويس جدا جدا. انا برشح زيزو. ان زيزو عنده الحته اللي هي تحت المهاجمين، بتلاقيه في الشمال في اليمين كورته كويسه، وبينزل يستلم مع دوران بوش الملعب. فانا مش عايز الثلاثه اللي فوق يبقى في توهان ان احنا نلعب الثلاثه، نلعب بثلاثه محور ارتكاز، لا، عايز لعيب نص الملعب الثالث يكون لعيب كوره بيطلع عشان يحط لصلاح، يحط لمصطفى، يحط لتريزيجيه، وبعدين يبقى تحتيهم، جات له حاجه بيتعامل. زيزو بيعرف يجيب جون، بيعمل كورسات من على الاطراف. هو طبعا وجهه نظر المدرب تحترم، انا بقول وجهه نظري اللي احنا بنتسائل فيها. بس مصطفى ماشي كويس فوق، لا غنى عنه، راس حربه ثابت. صلاح طبعا رقم واحد في المنتخب، ان شاء الله هيتالق الماتش ده، لان الماتش ده يبقى فيه مساحات وفيه لعيبه وفيه فنيات عاليه، مش يبقى فيه قفل زي منتخب زامبيا كانوا قافلين الدنيا علينا يعني. وتريزيجيه عمل مباراه كويسه جدا جدا، كان متالق. فانا شايف التشكيل ده الامثل، وعندك على البنك فيه لعيبه كويسه، هو يغير في اي وقت، بس ما يلعبش الثلاثه اللي هو المحور دول، تحس ان انت نازل تدافع قدامه. صحيح. عندنا التزام، وعندنا التزام تكتيكي عالي جدا جدا، وعندنا مرونه تكتيكيه في الملعب، تجيب ده هنا تودي ده هنا، كلهم لعيبه كوره عاليين جدا جدا، مش هيبقى كل واحد بيلعب في مكانه، يعني صلاح بيلعب في الثلاثه اللي قدام، نفس الكلام تريزيجيه، نفس الكلام مصطفى بيتحرك، زيزو تحتيهم، هتلاقي في مسانده ايجابيه من نص الملعب للناس اللي قدام. وبرده مع التنظيم الدفاعي، لان انت هم برده عندهم سليماني وعندهم بليلي وعندهم اسمه ايه رياض، برده لعيبه كوره هتحس ان هم خطر علينا. ومع باذن الله توفيق ربنا والشناوي، ان لا منتخبنا كويس، وانا بقول لك في الحاجات الرسميه هتلاقي منتخب خالص غير الودي. المنتخب بيظهر بقوه لما يكون انت مطلوب منه داخل بطوله وداخل باسم مصر وتاريخ مصر، انت واخد 7 بطولات افريقيا، فالناس عامله حساب بمنتخب مصر. مع الناس اللي هم العناصر المميزه اللي هم جايين من بره محترفين، هيبقى لنا شكل باذن الله. ان شاء الله. كويس، انا اتمنى ذلك اكيد، وفاروق وكل الناس حاليا اللي بيسمعونا. بس خلينا نحط سيناريوهات. السيناريو الاول ان احنا تالقنا في اول كام مباراه رسميه، والمستوى مش بتكلم تالقنا ان احنا كمستوى يعني جبنا النتيجه المطلوبه، لكن المستوى ليس الافضل. هل ده يطمني على اللي جاي، ولا القصه بقى ان انا هقعد اعتمد على الحظ وده لا يمكن؟ السيناريو الثاني، انا من اول مباراه رسميه ما لعبتش لا مستوى ولا نتيجه. يعني احكي لي بقى هنا انت وضعنا انت ايه؟ انت قلقانه، انت عايزه طبعا منتخب زي ما انا اتفضل يعني اتكلمنا من شويه، قلنا ايه شخصيه المنتخب، انت مش عايزه ماتش ونفضل ندعي ونجيب جون في الاخر زي يعني مثلا كره حمدي فتحي. صعب صعب. انا صعب فهمت وجهه نظرك. الرسميه يعني ممكن نقبل ذلك في الودي، لكن في الرسمي صعب قوي. هو طريق خلي بالك برضو يا كابتن صديق، يعني قلق نهاوند قلق ايجابي، احنا بندور على الصالح العام للمنتخب المصري. بس احنا اتفرجت على الجيل، واتفرجت على المنتخب اداء بنتيجه بحماس بدوافع نفسيه، اللعيبه كانت بتستقتل في ارض الملعب. صح. اي كل اللي بيبص المنتخب كله على طول بيعمل ايه؟ فلاش باك على منتخب الكابتن حسن. صح. اللي كان فيه الفنيات، كابتن حسن كان بيقول لهم ايه؟ انزلوا متعوا نفسيكم، كل واحد فيكم فرقه وعنده امكانيات نلعب الكره الحلوه بتاعتنا، بس الوضع مختلف، وكان في تجانس اكتر من دلوقتي، لان كلهم زي ما قلت لك كان 7 8 من النادي الاهلي، حط حسني، حط مثلا حد واحد مثلا من الزمالك، بس كان في انسجام غير عادي، والماتشات كانت حلوه، كنا بنكسب وبنكسب بسكور، انت بتكسب كوت ديفوار 4، بتكسب الكاميرون 3، بتكسب الفرق نيجيريا، بتكسب غانا، فاحنا محتاجين النتائج دي مع الاداء.
ده كلام من هوانت. مصر كانت وقتها الفتره دي مش هقول بعبع، بس كان الماتشات اللي هي مع مصر شوف المنتخبات الثانيه كانت بتبقى عامله ازاي، وكان منتخبات كانت قويه مصر زمان في صح، وكان في فنيات عاليه. فانا بقول لك ان شاء الله باذن الله الانسجام قادم باذن الله الفتره اللي جايه مع الرسمي، وهو فيتوريا غير جروش، هو بيلعب برضه كوره لقدام، ما بيدافعش كتير، ما بيتمتش بس نشوف اللي اتاخد على جروش كان بيلعبنا لعبنا عشان عايز يوصل ضربات الجزاء عشان عنده الشناوي كويس صحيح. وعنده كان ساعتها ابو جبل كويس، الاثنين كانوا شايلين المنتخب. لا الحظ مش هيجي او التوفيق مش هيجي الا للمجتهد. لما بقى طريقه اللعب ونلعب بقى لينا شكل، هي دي الشخصيه اللي احنا بنتكلم عليها، الشخصيه موجوده، هتلاقي اداء كويس، هتلاقي فنيات عاليه. فانا شايف بطمن نهواند الفتره الجايه باذن الله، انا شايف هيبقى في شكل احسن للمنتخب بالذات في المباراه الرسميه اللي هو وقف على تشكيل اللي احنا قلنا عليه دوت، هو ده افضل تشكيل للمنتخب، بس ناقص واحد، ناقص امام عاشور. امام عاشور مكان زيزو، كل التقدير والاحترام لزيزو، لان امام موهوب في الحته دي، لما كان بيلعب في الزمالك او لما جه النادي الاهلي ليه شكل، وبعدين بيعمل لونج باص من ورا رجليه مظبوطه. شوف لما نتطرق للاهلي عمل ليبرسيتاو، يعني بيحط له الكوره يروح يجيب جول صحيح. بالبساط اللي على 18 بيعمل اسيست، عمل اللعيب اللي هو المغربي الجديد بتاعنا جوه السته. فهو ده اللي احنا محتاجين، امام عاشور فوق وتحت، وعنده ثبات انفعالي مع المنتخب زي بقيه اللعيبه، وبيدافع كويس. لان الحته اللي انا بقول لك عليها دي عشان يطلع ويعمل شغل فوق برضه في الارتداد، عنده تنظيم كويس وبيدافع كويس، فهو امام اللي ناقص التشكيله دي. هي صفقه رائعه كانت على كل حال. قبل ما نختم سريعا جدا فاضل التحكيم سريعا، رايك كابتن صديق في التحكيم؟ تحكيم عندنا ولا بره؟ لا اصل بره برضه الدنيا بايظه. يعني خليني اشوف رايك كمان، هل التحكيم هيكون مقلق الى حد ما برضه مع منتخب مصر، ولا الوضع احنا مش هنحطه في الحسبان حتى لو كان في بعض الاخطاء اللي تسببت في يعني للاسف ضياع بعض الفرص وكمان البطولات، خلينا نقول على المستوى كمان. انت كده قصدك على التحكيم الخارجي؟ طبعاً. بالنسبه للاستحقاقات اللي جايه سواء في تصفيات كاس العالم او سواء في بطوله الامم الافريقيه، اللي حصل مع منتخب مصر ايام السنغال صعب جدا يتكرر. صحيح. لان الناس برضو عندنا في مصر اتحاد، والناس المنظومه الاعلاميه والرياضيه في مصر ضغطنا كتير عليهم، وعرفنا الناس ان احنا اتظلمنا ظلم يعني كان باين، يعني هو اللي كان شكلهم يعني كان جايين علينا، كان برضو تحس ان الدنيا كلها والاتحاد الافريقي والدنيا كلها كانوا حاطين علينا على اساس ان السنغال تاخد البطوله. لان لو في تحكيم عادل المباراه ما كانتش هتتلعب بالضغوطات اللي حصلت عليه. فانا شايف المنظومه التحكيميه بالنسبه في الامم الافريقيه او في التصفيات ان شاء الله مش هيتكرر السيناريوهات اللي مصر اتظلمت فيها، ولازم الاتحاد برضو يتحرك. صح. يبقى في ضغط من عندنا الاتحاد الافريقي. يعني شفت حضرتك قبل كده الاهلي اتظلم في الوداد وراحت منه بطوله غاليه جدا جدا. صحيح. الماتش اللي بعديه لما النادي الاهلي والمجلس والدنيا كلها وضغطنا برضو بقى في حساب للنادي الاهلي، لما عبد المنعم جاب جون وخد جبنا البطوله من فم الاسد. وجبناها ليه؟ ان في حته بتاعت اللعيبه بقى، الحكم برضو ايه مش هيظلمنا 90 دقيقه، في حاجات مؤثره جدا جدا ممكن الحكم يخلص عليك فيها، ان يجي كارت احمر او من الاول يروح جاي ضارب انذار للعيب من عندك يحزمه، يبقى اللعيب اتكتف، اي غلطه ثانيه بيروح مديله ايه؟ كارت احمر. اللعيبه عندنا ما شاء الله كلهم ناضجين، يعني هيبقى عاملين حساب في الحته دي. الشناوي طبعا بيتكلم معاهم، صلاح بيتكلم معاهم، مش هيبقى في اخطاء كتير، مش هندي فرصه للحكام ان هم يظلمون. وانت في الاول لو انت زي ما نهاوند قالت المنتخب شخصيته موجوده وبيكسب، هتجيب جون هتجيب اتنين، يبقى حتى لو ظلمك يبقى انت مامن نفسك هتكسب. فانا متهيألي ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه مش هيبقى فيها ظلم ان شاء الله. نتمنى ذلك باذن الله. نورتنا كابتن صديق والله بجد، ربنا يخليك يا نهاوند، كنت سعيد جدا موجود معاك ومع فاروق ونشوفك تاني يعني. بلاش الغيبه دي. لا ان شاء الله، هم بصراحه كانوا بيكلموني في الاعداد بس والله كان عندي ظروف، حضرتك كان عندك ظروف عشان اخويا زي ما قلت لحضرتك. طبعا ربنا يا رب يعينك، ربنا يشفيه يا رب. شرفتنا كابتن صديق، وان شاء الله نتقابل خلال الفتره القادمه، وكل الدعم للمنتخب المصري. بكده تنتهي حلقتنا النهارده، فقرتنا الثانيه مع الكابتن صديق الجمال. انتهت حلقتنا من 10 الصبح في الاهلي، انتظرونا غدا باذن الله وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي.